فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما سبب هذا الحديث لا رد الله عليه ضالته؟ إذا سأل سببه، إذا سأل في المسجد، لأن المسجد ليس محلا لأمور الدنيا، ليس محلا لأمور الدنيا، إنما هو لذكر الله وللصلاة والعبادة. أما أمور الدنيا فمحلها في الأسواق، محلها في الأسواق. ولذلك إذا دخلت المسجد تقول: أسألك بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، لأن المسجد محل الرحمة. فإذا خرجت تقول: وافتح لي أبواب فضلك، لأن الأسواق محل الرزق والفضل. نعم.